التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية السياحة العلاجية حول العالم، مشيرا إلى أن أسواقها العالمية تتجاوز قيمتها الناتج المحلي الإجمالي لدول عملاقة مثل اليابان والهند. وخلال كلمته في فعالية افتتاح المؤتمر الدولي الثاني لتطبيقات السياحة الصحية تحت رعاية الرئيس السيسي، أشار مدبولي إلى عبور ملايين البشر في العالم حدود بلدانهم الوطنية وسفرهم إلى وجهات أخرى لتلقي الرعاية الصحية. كما أكد رئيس مجلس الوزراء أن السياحة العلاجية والاستشفائية تعد مجالا خصبا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مشيرا إلى أن نمو الطلب على السياحة العلاجية يأتي نتيجة للارتقاء بالمنظومة الصحية ككل. استشهد 14 فلسطينيا بينهم 6 أطفال ونساء وعدد من المفقودين إثر قصف طائرات الاحتلال الحربية الإسرائيلية منزلا شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية بإصابة العشرات إثر قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلا من 3 طوابق لعائلة أبو عنزة في حي السلام شرق رفح. وفي خان يونس نفذت آلة الحرب الإسرائيلية قصفا عنيفا من الطيران والمدفعية شمال خان يونس بالتزامن مع تقدم آليات الاحتلال باتجاه أبراج حمد وإطلاق القذائف على منازل الفلسطينيين. تلتقي كاميلا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض يوم الاثنين مع بيني جانتس عضو حكومة الحرب الإسرائيلية. وقال مسؤول بالبيت الأبيض لرويترز إنه من المتوقع أن تتناول المحادثات موضوعات من بينها الحد من الخسائر البشرية بين المدنيين الفلسطينيين وتأمين وقف مؤقت لإطلاق النار والإفراج عن المحتجزين في غزة وزيادة المساعدات للقطاع. وأوضح المسؤول أن هاريس ستعبر عن قلقها بشأن سلامة ما يصل إلى 1.5 مليون فلسطيني في رفح. ذكرت وكالة الأنباء الكويتية أنه تمت دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة في 4 أبريل المقبل. وقالت الوكالة إن الدعوة جاءت بعد مرسوم أصدره أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الصباح في 15 من فبراير الحالي وبحل المجلس. وأيضا كانت الوكالة قد ذكرت أن المرسوم الأميري بحل المجلس استند إلى ما بدر من مجلس الأمة من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي وتعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إنه كان من الممكن تجنب مقتل عدد من الضحايا من بينهم طفل ورضيع عمره 2 عام في هجوم بطائرة مسيرة روسية لو لم تواجه أوكرانيا تأخيرات في تسليم إمدادات الأسلحة. وأضاف زيلينسكي أن روسيا تواصل قتال المدنيين، مضيفا أن إحدى مسيرات روسيا أصابت مبنى سكنيا في أوديسا ودمرت 18 شقة. فاز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في المؤتمرات الانتخابية للحزب الجمهوري في ميشيغان، حيث عانى الحزب من خلافات داخلية خشي بعض الجمهوريين من أن تضر بحملته في الولاية الأمريكية الحاسمة. وتمثل ميشيغان ساحة معركة رئيسية في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في نوفمبر. وفاز ترامب أيضا في ولاية ميزوري وفقا لتوقعات وكالة أسوشيتد بريس للأنباء. وتغلب ترامب في كلتا الولايتين على نيكي هايلي آخر منافسيه المتبقيين على بطاقة الحزب الجمهوري. ختام موجز التاسعة، فاصل ونعود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر.